فريق التنمية المستدامة اللاعب رقم 4 والهدف الأولى وهدف رائع. تحديدا لذكرى عيد العرش المجيد مقاطعة المغوغة نظمت الكثير من الأنشطة، من بين هذا النشاط اللي كتشوفوا في هنايا في ملعب كرة السلة ديال أرض الدولة، دوري ديال الكبار بتنسيق مع جمعية نسائم الخير، مشكورين. وبعض الجمعيات كانت عاملة شراكة مع نسائم الخير حتى هي مشاركة في هذا الدوري. في إطار البرنامج هذا كامل ديال عيد العرش سبق لنا عملنا دوري ديال الكتاكيت بتنسيق مع عصبة الشمال، وكان في ملاعب ديال طنجة البالية، خلاله تمت تكريم بعض الوجوه منها لاعبين لفريق اتحاد الطنجي لذوي الاحتياجات الخاصة لمبتوري الأطراف، وكانت مقابلة استعراضية تحسيسية بهذه المناسبة، وكذلك كانت مقابلة ما بين الموظفي ومستشاري المقاطعة ورؤساء وأعضاء عصبة الشمال. هذه البرامج وكان عندنا برنامج ديال دوري للتايكواندو بملاعب حي بن كيران يوم 6 غشت ان شاء الله. مرحبا بكم عندنا. حنا في اطار النسخه الاولى ديال تنظيم الدوري المصغر ديال كره السله، وهادشي هذا كيجي بموازاه مع الذكرى 29 ديال عيد العرش المجيد بشراكه مع مقاطعة مغا ومع عدة جمعيات محلية يعني في طنجة. صراحة كرة السلة كان يعني الحدث الأول، أول تنظيم كان يعني كرة القدم، كنظن ربما في عيد العرش يعني السابق ديال كرة القدم، ولكن كرة السلة يعني أول مرة كنشوفوا بأن يعني هذه الرياضة الحمد لله بدات كتظهر الوجود، وبدات يعني كستي واحد الإشارة اللي هي جميلة في هذا الميدان هذا ديال الرياضة، ونأمل أن يكون يعني إن شاء الله صدور دوز الأمور يعني حتى الآخر في أحسن ما يرى. جيت شارك اليوم في هذا الدوري المنظم بمناسبة عيد العرش، اللي الصراحة خرجنا فيه واحد الطاقة اللي عندنا واحد وبينا في المهارات ديالنا والقدرات اللي عندنا اللي اكتسبناهم الحمد لله، وكنبغي نشكر الجهات المنظمه لهذا الحدث هذا، وشكرا بزاف، ونتمنوا يزيدوا الاحداث بحال هيدا ويتنظموا المزيد من المقابلات بحال هيدا ان شاء الله. ما بعد استرجاع كره من طرف الدفاع وتسديده من لاعب رقم 6 والدفاع يتدخل. بالنسبه لهذا لي تورنوا اللي كيتعادلوا واخا قلالين صراحه الله، ولكن كتكون الشعور مزيان، كتحس بالمنافسه، كتنافس مع بزاف ديال لي جوار سواء كانوا غون ايكيب ولا مينيمال ولا مويان، وصراحه كنشتاقوا بزاف لهاد لي تورنوا قلالين بزاف طنجة. كانت في واحد ديال تورنوات الجامعه، وهاد التورنوا هادي ما كرهناش تكون فحال الفوتبول فحال الباسكتبول، كونوا لي تورنوا بجوج بهم. وشكرا للاستضافه. حقيقة سعداء جدا بتواجدنا بأرض الدولة في هذا الملتقى الرياضي الذي تنظمه جمعية سائم الخير بمشاركة مع مقاطعة مغوغة، واللي هو دوري في كرة السلة بمناسبة أو احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. هذا ما أحوجنا لهذه الدوريات التي تلتقي فيها الجمعيات، سواء حيت كما كنشوفوا اليوم كاين جمعية بصمة الأمل، جمعية المعرفة، وجمعيات أخرى التي يعني تحظى بشرف الاحتفاء بعيد العرش المجيد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.